السلام عليكم الحضور الكريم، شكرا مرة أخرى للحضور ديالكم. كان أسبوع زوين، أسبوع شيق، عشنا فيه أشياء جميلة. كنشكر الحضور وكنشكر الناس من جهة أكادير اللي تفاعلوا مع المسرح، تفاعلوا مع الثقافة بطريقة زوينة. كان تحدي كبير نرجعوا بعد توقف سنتين، كان عندنا تحدي باش ما تكونش سنة بيضاء ثقافية أخرى. الحمد لله اليوم عيطوا لي أصدقاء من الدار البيضاء كيخدموا هادشي ديال الاستاتستيك وهادشي ديال لي ريزو سوسيو، قالوا لي بأن لاكوي ديال الفيسبوك اليوم في المغرب كان في العرض الثاني، اليوم الثاني كان في طاسو أكادير، طلعت بواحد الطريقة غريبة. عديد الاستاتستيك إن شاء الله غنقدوهم وغنلوحوهم. هذا كيشرف وكيشرف مدينة أكادير وكيشرف حتى المسرح، لأن المسرح كان محتاج شي حاجة اللي تخليه يرجع بقوة، اللي تخليه ياخذ الحق ديالو كما هو. وضروري نذكر واحد المقولة قالها دوك الأستاذ عباب الله يرحمه، قال أكادير تعيد أمجادها من خلال هؤلاء الشباب. وكنت درتها واحد المرة وكانت أثرت فيا بزاف. يقدر في ذاك الوقت فاش قالها فاش كنت حداه في واحد المنبر إعلامي ما فهمتهاش مزيان، هذيك أكادير تعيد أمجادها من خلال شبابها ما كنتش فهمتها في وقتها، فهمتها من بعد. ألوغ حنا فرحانين بزاف، أنا ما كنسوى والو من هاد الشباب اللي معايا اللي كيديروا هاد المهرجان وهاد الحب للمسرح اللي شفناه في ساكنة مدينة أكادير. هاد التجاوب الكبير اللي كان بيني وبين المنتخبين، لأن ضروري خصني نقولها، لأن ماشي ساهل تجيب مهرجان كبير، مهرجان دولي في ظروف كورونا، ظروف داكريز، ظروف اللي صعيبة، واللي يكون معاك بقوة ويحضر معاك في التليفون وهضرنا مع ديزيلو بالليل وجاوبونا بالليل. ألوغ يقدر هاد الشيء كيخلينا نشوف المستقبل بطريقة زوينة. يقدر حنايا كفنانين كشباب دائما كنحط طموحنا الافضل، يقدر حنا كنلحوا، يقدر بعض المرات كنحاول كنصدعوا كما كنقولوا كنبرصوا، ولكن الا كنا كنديروا هادشي كنديروه غير لصالح العام، لصالح المدينه. بغينا هاد الشباب حتى هما يكونوا فخورين بديتهم بجهتهم. بغيتكم تصفقوا على ديزيلو اللي وقفوا معنا، وعلى راسهم السي كريم اشمغلي رئيس جهه تونس وجماعه اكادير الشخص سعيد أخملوس، وذكر لنا المسؤولي نائبة الرئيس في الثقافة اللي وكبتنا وشجعتنا وتهيئة كانت حارة معنا، صفقوا عليها بزاف تهيئة من الزهرة. أنسى الشيخ خالد القيدي هو اللي كنت كنصدعو بالليل والنهار، وسي رشيد وكاع الناس اللي عاونوا الناس، الشيخ هي الضف اللي تا هو كان في الرباط واتصل بيا مسكين.